لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. انتهت قبل قليل مواجهة فريق الوداد الرياضي أمام نادي أولمبيك خريبكا، وذلك بانتصار الفريق الأحمر لحساب الجولة 18 من البطولة الوطنية الاحترافية على أرضية مركب محمد الخامس، ليرفع بذلك فريق الوداد رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الدوري المغربي مؤقتا. وقدم فريق الوداد مقابلة جيدة ضد نادي أولمبيك خريبكا بعيدا عن الدفاع المبالغ فيه كما كان الحال مع المدرب السابق المهدي النفطي، بالإضافة لعودة روح المجموعة وتقديم كرة قدم جميلة تحت قيادة المدرب الجديد خوان كارلوس كاريدو. وعرفت المواجهة أيضا تألق المهاشم السنغالي بولي سامبو جونيور الذي اعتبرته الجماهير الودادية رجل المقابلة ضد نادي أولمبيك خريبكا إلى جانب المهاشم سيف الدين بوهرة. عبر المدرب الإسباني خوان كارلوس كاريدو عن سعادته بتحقيق أول نتيجة إيجابية بعد تعاقده مع فريق الوداد خلفا للمدرب التونسي المهدي النفطي، حيث نجح خوان كارلوس كاريدو في الفوز على نادي أولمبيك خريبكا في أول مقابلة له مع فريق الوداد. وقال خوان كارلوس كاريدو عقب نهاية المواجهة أن هذا الانتصار سيعطي شحنة معنوية لجميع اللاعبين لتقديم مستوى أفضل خلال قادم المواعيد، كما أضاف أنه سيواصل العمل بجدية كبيرة لخدمة النادي والذهاب في سكة النتائج الإيجابية محليا وقاريا، وذلك لإسعاده الجماهير الودادية.